طيب ايش انواع الفرص اللي تكون موجوده في الجانب التطويري؟ هي اما ادوات البناء، ادوات بناء الحلول التقنيه، لغه التقنيه مثلا، او المنتجات اللي هي حصيله الخدمات. الخدمه مجرده لا تعتبر ايه حل، هي أداة، يعني وسيلة لتحقيق غاية. خلاص، فالفرص اللي موجودة في الجانب الفني هي صناعة الأدوات و تكوين المنتجات. هذا في الجانب التقني أو الفني تحديدا. في الجانب الإداري، تمام، في الجانب التشغيلي، هو كلمتين: صيانة وتشغيل. خلاص، الصيانة، تمام، بيعتمد بركيز أساسية في توفير الكوادر، تمام، ووفرة الكوادر للمنتج. السيارة في غير بلدها بدون صيانة، بدون دعم، مصيرها تشريح. فالصيانة وفر الكوادر، موظف يجي، موظف يمشي، ما في مشكلة. تمام، في عمل هنا مؤصل، تمام، إنه المنتج موجود، في مهندسين كثيرين بيستخدموه، بيعرفوه، يعني مثالها زي مثلا في الفريم وركس عندنا، وورد بريس، في الباك اند عندنا دارابل، ولكن هذه عامة. التخصيص انه يكون في منتج يعالج مشكلة أو تحدي أو احتياج فني واضح، برنامج محاسبة مثلا. خلاص، واضح. برنامج المحاسبة هذا، في برنامج محاسبة لشركة لإكس واي زد مثلا، زي زمان مثلا كان في محاسبة اسمه برنامج العميد كذا، أو أودو الآن حاليا كسولوشن، بس ولا لازال السولوشن العام ما يغطي بالتفصيل الاحتياجات الخاصة أو الاحتياجات اللي موجودة في بيئة معينة محددة. تمام، طيب هنيجي نتكلم في طيب هنيجي نتكلم في الفرص. ايش هي الفرص الموجودة في الجانب التشغيلي؟ الفرص الموجودة في الجانب التشغيلي هي احنا قلنا في الصيانة، وفرت الناس اللي بيشتغلوا في الصيانة نفسها. ثاني حاجة، طبعا مثال على وفرة الصيانة، يعني مثلا حتى في المجال الغذائي، لما تيجي تقول معلم شاورما، خلاص واضح الشاورما واضحة، معلم الشاورما أداؤه معروف، معلم طعمية، تمام، مطرب شعبي في فن من الفنون، واضح، خلاص أي واحد يقدر يأدي، شايف؟ فكل ما كان الشيء عام ودارج، كل ما كان إمكانية صيانته أسهل. عشان كده زي مثلا عبد اللطيف جميل دحين مثلا في السعودية، هو ما صنع السيارة، ولكن وفر وشجع الكوادر، وشجع ووفر الشركات اللي هي تستخدم، اللي هي تتاجر في قطاع غيار، وبالتالي وفر البيئة الممتازة عشان ينجح السيارة الواحدة اللي تباع، ورفع يعني الحس السوقي. فقيمة السيارة هي مش قيمتها لما تشتريها، لا، هي قيمتها مضروبة في عدد السيارات الموجودة في السوق، هذه هي القيمة الحقيقية للسيارة. تمام، طيب هذا فيما يتعلق في السيارة. طيب التشغيل، كيف التشغيل بيكون برضو فيها فرص؟ التشغيل يهتم في موضوع الأداء في اختلاف الحالات، تمام،
يعني السيارة وهي واقفة، غير السيارة وهي ماشية، غير السيارة وهي عليها ضغط، غير السيارة اللي تمشي. يعني الحالات تختلف، كل ما الحالة اختلفت كل ما برودة وأداء المنتج يعني تحت الضغط اللي هو يمر به يتغير، شايف؟ ففي الجانب التقني احنا عندنا الاسكيلابيلتي، المنتج اللي بيكون بيتعرض لضغط عالي والمستخدمين بيزيدوا والاستهلاك بيزيد، هذا بيرفع في استهلاك الموارد. فكل ما كان المنتج خفيف كل ما كان استهلاك الموارد أقل. تمام، مثال على هذا الشيء بصفحة جوجل مثلا، لو تيجي تخش ما في إلا سيرش بوكس بس، ما في أي حاجة، فبالتالي استهلاك الموارد بسيط. ممكن يجي واحد يقول طب يا أخي الصفحة فاضية ما في شيء، ما في حاجة، هم ما عارفين، هم حاسبينها، هم عندهم ملايين الزوار تفرق معاهم، مو زي وزيك وزي أي أحد عنده صفحة ما يزوروها إلا 10 أو 1000 أو 2000، فاهم؟ مو زي كذا، لا، لما تكون شيء عام وشيء فيه عليه ضغط يعني زيارات بالملايين بيحسب حساب الصفحة بحجمها، حتى الصور تضغط لأقل حاجة ممكن. تمام، فلما أنت يكون عندك منتج أنت باخذه من السوق حتى ببلاش، تمام، وحاط المنتج هذا، والمنتج هذا استخدامك الفعلي له ما يتجاوز ال 15% 10 في أحسن أحواله 15% من إمكانياته، وبالتالي أنت عندك فائض حتى وإن كان متميز أنت ما أنت في حاجة، والفائض هذا هيسبب لك عبء في مراحل متقدمة، إنك أنت هتدفع استضافات عالية، هتستهلك وهتأجل سيرفرات يعني عالية الكفاءة، لأنه أنت عندك فائض ما بتصير. بالضبط زي الشخص اللي يشتري سيارة 4x4 وهو ما عنده إلا يعني أسرة صغيرة مكونة من 4 أفراد، وما عنده مشاوير إلا مشاوير داخل المدينة، يعني ما يطلع الكتبان الرمدية ولا يروح مشاوير بعيدة ولا أي شيء. بالتالي بغض النظر عن نوع المشاوير هيدفع تكاليف عالية، لأنه البنزين بما فيها بيصرف مثلا، قطع غيارها غالية، كل الكلام هذا حيطلع، شايف؟ فبالتالي الفائض الموجود في الحلول التقنية هو يعتبر مشكلة بالنسبة للأشخاص اللي استخدامها بسيط، ما حيلاحظوا هذا الشيء، ولكن كل ما زاد عدد المستخدمين كل ما بدأت التحديات هذه تطلع. تمام، والمبالغ اللي تم توفيرها في إيجاد الحل، يعني الحلول هذه تكون مجانا، اللي تم توفيرها ستدفع مستقبلا في فواتير الاستضافة، خصوصا تأجير السفرات، هتدفع كل المبالغ اللي أنت كنت توفرها هتدفعها كلها. كل ما زادوا عندك يعني الإقبال على الموقع كل ما زاد الاستهلاك، تمام، وصعوبة التغيير كل ما كان فيها التزام، والتزامات مع الجميع صعب إنك تتغير. وفي غالب هذه الأنظمة استخراج البيانات يكون معقد، أتوقع إنه يعني مقصود بطريقة إنه يخليك تعيد التفكير في الاستغناء عنها، ما تقدر تستغنى عنها. تمام، خلاص يعني اتدبست، شايف؟ فعشان كذا يعني الاحتياج عندك كان يعني في البداية سهل، كنت بس تغير الاختيار، بس الآن خلاص، الآن أصبح الموضوع صعب، وحله كمان مكلف أكثر بكثير من الحل اللي كنت في البداية كنت تختار بس، فاهم؟ طيب وين الفرص الموجودة الحين حاليا؟ الفرص الموجودة في الصيانة إنه الاختيار يقع على تقنية أو سولوشن دارج، تمام، عشان في مرحلة مستقبلية سواء كان في التطوير أو في الصيانة يكون في الكوادر متوفرين. أنت ما يمديك في بلد كل يعني اللعبة الشعبية هي الكورة، تقول
تقوم تجيب يعني فريق سلة، لو لاعب خرج بعد تجيب لاعب تاني، تمام؟ ما تقدر تسوي مباراة لو في لاعب واحد ناقص، شايف؟ فهي هذه من ناحية الفرصة هذه. فكل ما كان يعني الاختيار يقع على شيء دارج، كل ما كان نسب إمكانية الاستقرار عندك أعلى، تمام؟ فرصة ثانية في التشغيل هي إنه بناءك للحلول باختيارك لسولوشن أو تقنيات دارجة، بالإضافة إلى أنها تكون متناسبة مع احتياجاتك، تمام؟ متناسبة مع احتياجاتك بحيث إنه لو زاد عليها الضغط ما حيكون هذا الشيء عليه مردود عكسي في فواتير الإصدار، تمام؟ وين الفرصة موجودة؟ الفرصة موجودة إنه كل ما زاد عدد المستخدمين، كل ما زاد الضغط عندك، كل ما كانت الحاجة ملحة إنك أنت تعيد بناء الحلول اللي عندك من الصفر أحيانا. لذلك شركات كبيرة اللي هي عليها ضغط كبير يصعب عليها تبني الحلول الجاهزة حتى لو كانت بشركات زي أدوبي. يعني وجودته الآن كفريم ورك هو يعتبر أفضل فريم ورك للكوبيرس، ولكن مع ذلك لو بدي نشوف الشركات الجديدة اللي طالعة في مجال الإيكوميرس اللي هي عليها إقبال وعليها زوار ما بتستخدم موجوده، مع إنه موجوده يعني منتج منتجات أدوبي لكن ما بتستخدم. والأسباب هي إنه في فائض أو عبء إضافي موجود في موجوده بيستهلك ريسورسز عالية. الشيء الثاني ما حي... في 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 محدودية دائما، الشيء الجاهز دائما في محدودية، الجاهز مو زي التفصيل، انتهينا في كل المجالات، تمام؟ فدورنا في موضوع الفرص إن احنا نحدد الفرص الموجودة سواء كانت في الجانب الفني أو الجانب الإداري، وتقديم توصيات عشان يتم يعني إيجاد الحل المناسب لأي أي فرصة موجودة. إحنا نشوفها فرص يعني، هي مش تحديات، تمام؟ طيب، بعض الأحيان الفرص قد تستدعي تحسين، وفي بعض الأحيان تستدعي إعادة بناء حسب المطلوب وحسب الاحتياج تبع العميل. إحنا ننظر إنه الشركات المقدمة للخدمة والشركات اللي هي المشغل الخدمة، الاثنان نعتبرهم عملاء وشركاء في نفس الوقت، لانه لما يعني نحس انه صاحب المؤسسة او الشركة في كلا الوجهتين يعني كلا الجهتين يشعر بالارتياح ويعني يلاحظ الاستقرار في التشغيل او في البناء، هذا الشيء هو اللي احنا. فالهدف النهائي بالنسبة للشركات اللي هي يعني بتقدم الخدمة وبتطور المنتجات، كل ما كان في استقرار فني، كل ما كانت الشركة مستقرة، كل ما كانت منتجاتها واضحة، كل ما كان هذا هو الطريق السليم ليها، تمام؟ ونحن نطمح أن نكون نحن شركاء في مساعدته بالوصول لهذا المستوى. شركة مستقرة معناته موظفين مستقرين مش يتعلموا على طول، منتجات واضحة، اتجاه واضح، رؤية واضحة، هذه شركة ممتازة. نيجي للعميل، عميل مستقر، ما في دروب، ما في سيستم داون، ما في إشكالات وتحديات، ما في يعني في استابيليتي واستقرار كامل. استهلاك الموارد محدود، موضوع الحلول بالنسبة للصيانة فوري، وفرة المبرمجين متوفر ودارج يعني مدعوم وماشي مع خط السوق، تمام؟ فكده يكون مستقر، وهذا الشيء هو اللي احنا نطمح له. في كل الاثنين اللي يجمع بينهم هو في النهاية الاستقرار.
كل ما كان الوضع مستقر، كل ما كان الموظف وصاحب المؤسسة والشركة والشركة المشغلة والموظفين تبعهم كلهم يعملون ليعيشون ليس يعيشون ليعملوا. المفروض الواحد الإنسان يعمل، مش يعمل عشان يعيش. تمام، يعني ما يكون يعني حياته متمركزة على العمل، لا، هو العمل نحن نعمل عشان نعيش. تمام، فتعميش التقنية إلا من أحب، يعني اللي عنده شغف في التقنية وهذا يبغى يركز حياته على التقنية هو حر. تمام، لكن مش كل الناس يبغوا هذا الشيء. في ناس حتى موجودين في التقنية ما يهمهم التقنية غير مصلحة ودخل معين وبس. تمام، فالغلط إنه شركات تقنية تتحول إلى مراكز بحث، ونعرف كلنا إنه مراكز البحث دائما يعني ما عندها مربح. شايف؟ أنت لو رحت في البحث رحت في الخسارة على طول، وهذا طبعا نتيجة للتغييرات، وكل شوية ورا الترند، واليوم لا اليوم أيونيك، وبكرة فلاتر، بعد ما أدري إيه، لا كذا. ونيجي للشركات المشغلة ماشيين ورا الترند، اليوم شير بوينت، بكرة شو اسمه، بعده ساب، بعده مدري مين، ملايين رايح ملايين جاي، وكل شوية دورات وهذا، لا كذا ما يصير. هذا إهدار للموارد وإهدار للوقت صراحة. إلى متى الواحد هينسي يتعلم؟ الاحتياجات هي ما راح تتغير، قد تزيد يعني بين فترة وفترة، ولكنها هي ذات. فليش الأشكال؟ ما يعني. طيب، نيجي لما يتم تحديد إيه هي الفرصة. تمام، نأخذها خطوة ثانية لموضوع إنه طبعا كدي اس بي ينتهي الدور في تحديد الفرصة. تمام، من بعد كده كله دار علم. دار علم هي حتتبنى الفرص. تمام، ايش بتقدم دار علم؟ هي بتقدم البيئة والمناخ المناسب للمهتمين انهم يشاركوا في بناء الحلول والمنتجات. إيش اللي حيتوفر؟ حيتوفر هو مشاريع تكون غير ربحية أفضل. تمام، وإخراج العامل المادي من المعادلة. تمام، تماما إخراج. أي شخص يبغى مثلا ياخذ منها فورك ويفتح عليها ويبني عليها ويأسس عليها براحته. تمام، ولكن في الأساس هي حتكون غير ربحية. كل المشاريع اللي في دار علم غير ربحية. خلاص، هذه ركيزة. طيب، من فين يعني ايش اللي توفر للأفراد اللي موجودين فيها؟ يتوفر له كل الأدوات، من الاستضافة، من يعني الأجهزة إذا أمكن، عبر شبكة الشركاء الموجودين، سواء كانوا شركات أو مؤسسات قائمة، سواء كانوا بالتشغيل أو من هذا. في منهم يدخل يتبنى، في منهم ممكن هو يعني يتبنى مشروع كامل إلى آخره. تمام، طيب، لما النموذج يكون واضح وجاهز وطلع، تمام، ديك الساعة ممكن يعني مجموعة أو شخص أو مؤسسة أو شركة يتبنى النموذج هذا ويحوله إلى مشروع قائم. تمام، خروج المشروع من مرحلة النموذج لمرحلة المشروع معناته دخلنا من الغير ربحي للربحي. الربحي بشروطه، بموظفينه، برواتبه، بكل حاجة. تمام، دور دي اس بي هيكون في النموذج وفي المشروع المتكامل هو دور إشرافي فقط. إحنا نتأكد إن الأمور ماشية كويسة، ونعطي التصويت والنقد إذا أمكن.
في هذا السياق. هذا بمختصر مفيد كل الأفكار الموجودة. إذا في أي ملاحظة أو أي سؤال ممكن يتم مناقشته أو إرساله لنا، بحيث أنه يكون في أخذ ورد في الموضوع. طيب، في فيديو قبل كده أنا أتكلم فيه اللي إيش المسببات اللي خلتني في بحث قمت به، ممكن ترجع له عشان تشوف بعض الأمثلة لبعض التحديات اللي صارت، واللي هي مشهودة ومعروفة، ولكن برضه لفت نظر فيها لأنه هي مهمة صراحة وتعتبر دروس الواحد يستفيد منها. يعني بشكل عام الطموح في يعني الصورة النهائية لدي اس بي ودار علم، دي اس بي نحن لما نكون يعني لما نقدم الاستشارة بدون فرض، هذا واحد. اثنين، بدون تفاصيل. يعني نحن نقول سيارة 4 كفرات بس، والله انت تبنيها فرنسي، تبنيها ياباني، تبنيها الماني، مشكلتك انت تبنيها سيارة. الكوادر من داخل البيئة يفضل، تمام. حتى لما يعني نقول والله في فرصة معينة، نقول الفرصة بتجرد، ما نحدد معايير أو ألوان أو تصاميم أو أي تفاصيل، تمام. بتركها للكوادر الموجودة، تمام. قدر الإمكان ما نلعب الدور التنظيري والدور الوصاية، ما نكون معنا كلام نهائي. نحن فقط يهمنا المعالم الأساسية، الأهداف الأساسية وبس، تمام. الباقي كله متروك للاجتهادات، تمام. طيب، برضو بخصوص الاختلاف، تمام. الاختلاف عندنا أساسي، تمام. نحن نفهم إنه المنتج الموجود في مدينة ما يناسب مدينة أخرى، المنتج الموجود في بلد ما يناسب بلد آخر، يعني الحلول الموجودة في مجتمع لا يناسب مجتمع آخر، تمام. ولكن الاتفاق يكون في المعالم العامة، تمام. في أشياء عامة وفي تفاصيل، التفاصيل متروكة في كل اتجاه وكل اجتهاد، ولكن الملامح العامة هي اللي نحن نركز عليها ونقول إن هي موجودة، تمام، ونأكد عليها في كل مشروع. بعد كده هو مجال مفتوح للتنافس، وفي النهاية العميل هو اللي يختار الأنسب، تمام. محصلة هذا الكلام إنه بندفع العجلة في اتجاه إنه العميل ينال المنتج اللي هو يرضى عنه. أحيانا العميل هو حاسس إنه مش مناسب المنتج، ولكن مش عارف كيف يوصل الفكرة، تمام. فهذه يعني هذا اهتمام من اهتماماتنا، ان احنا ان العميل لما يحصل على المنتج بتركيبة محلية تتناسب معه 100%، تمام. في جهة أخرى برضو الاستقرار، سواء كان من ناحية الفنيين والشركات الفنية، ومن ناحية الإداريين والشركات والمشغلين. يعني لما يكون في استقرار يكون في رخاء، الواحد يتعلم مرة واحدة، ما يعيد ويزيد، خلاص شيء واضح، تمام. وهذا أبسط مثال في المجال الغذائي مثلا. يعني أنا لفت انتباهي صراحة اللي هو الأكل الشعبي، زي مثلا الطعمية مثلا. في مطاعم فخمة ويعني 5 نجوم وكذا وهذا، ولكن ما يعني
كل العملاء حيروحوا هناك. في شريحة كبيرة من المستهلكين محدودين الدخل، فاهم؟ فهم يتناسب معهم نوعية مختلفة من المطاعم. طيب، فالمطاعم الفارهة والمطاعم البسيطة مشكات هي كلها في النهاية الموظف اللي موجود، المعلم حق الطعمية هو بيسوي الطعمية بنفس الطريقة. ممكن تختلف شوية ولكن نفس الطيب. طيب، هل هذا معلم الطعمية نقدر نقول عليه طباخ؟ هو بتعلم أكلة معينة بطريقة معينة بأداء معين بس. حتى هو ممكن يقول لك أنا مش طباخ، يقول له اعمل لي اذبح لي ذبيحة. فهو علاقته في المجال علاقة منفعة فقط، تمام؟ وهذا مشاهد مش بس في مشروع هذا، حتى في مشروع المواصلات، مشاريع المواصلات، مشاريع في بعض المشاريع هي هدفها هدفها إنه إتاحة الخدمة للجميع، تمام؟ بأسعار رمزية، تمام؟ هذا الهدف فيها، تمام؟ هذا الهدف فيها. نيجي بنظرة أخرى ننظر كمان، يعني الوجبة هذه اللي هي مثلا الطعمية، تحصل الشخص اللي يعمل في المجال هذا هو في نشأته، في أسرته، في البيت، في هذا، متشبع من الثقافة الغذائية، تمام؟ فهو لما جاء يشتغل فيها هو أساسا مستهلك فيها، هو أساسا مستهلك، تمام؟ وبالتالي هو بس ارتقى درجة واحدة إنه تحول من مستهلك إلى منتج، تمام؟ ولكن هو أوريدي هو متشبع، يعني ما في شيء جديد، تمام؟ وهذا يدخل في إطار المكتسبات العفوية. في أشياء الإنسان يكتسبها بدون مدارس، زي اللغة، زي الثقافة العامة، زي العادات، زي التقاليد، هذه كلها تعلم مجان، تمام؟ تكتسبها من دارس. وأي حاجة تكون مبنية على الشيء المجاني هي تكون ليها قاعدة جماهيرية كبيرة، مستهلكين كثر، وسعر محدود، التنافسية فيها عالية ولكن فيها وفرة. فالامتداد الطبيعي للتجارة، تمام، والمنتجات الموجودة هي الامتداد يعني الأصيل في المجتمع اللي موجود، تمام. فالشيء يعني الشخص الشيء اللي نشأ عليه أو تشبع منه في النشأة، امتداده لما يكون موجود في عمله هذا شيء جميل، تمام، وشيء مطلوب، تمام. هذا شيء جميل وشيء مطلوب، تمام، وسهل إنه هو ينجح، بعكس إنك أنت لما تيجي مثلا يكون في فصل ما بين الثقافة اللي نشأ فيها و بيئة العمل الجديدة تماما. أحيانا تكون حتى مختلفة في اللغة، يعني ممكن يخش في عمل كله بإنجليزي و how are you what's this is not مدري مين، تمام. طيب الشخص اللي هو في بيئة إنجليزية، هو نشأ إنجليزي واشتغل إنجليزي، عنده عادي، بس أنت لا، أنت تخش العمل عندك alt shift دائما، تمام. هل هذا هيزيد في الثقافة؟ يعني في البعض يقول لك أنا تعودت، تعود صح، بس ما هو شيء يدعم يعني يكون الشخص مستقر ويكون امتداد طبيعي للنشأة اللي هو نشأ فيها، لأن هذا كل الاكسبيرينس اللي في النشأة أهدى، أصبحت مهدى، تمام، أصبح شيء من الماضي وشيء من، يعني في بعض الأحيان شيء من التخلف، تمام.
هذا شيء يعني غير مقبول، لأنه غير مقبول كمان عند الآخرين، تمام. فالامتداد الطبيعي هو اللي يعني يستمر ويبقى، تمام. وأي شيء غير كذا هو مؤقت ويزول، تمام. فالاستثمار دائما يكون في الشيء الذي يبقى ولا يزول، تمام. فهذه يعني مختصر الكلام في موضوع الفرصة والنماذج والمشاريع. نتمنى إن شاء الله أنها تكون بداية موفقة ومدعومة للجميع، ونحن يعني ننظر لأنفسنا أنه نحن نكون معينين وخادمين لكل شيء جميل، والدور دائما حيكون استشاري محدود تماما، والإبداع حيكون متروك للأفراد اللي نتمنى أن إحنا نكتشفهم عبر منصتنا. نكون يعني هذا التشريف لنا إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم.